متفاهمين. هذه الجمعة الطبيعين. نرجو بأن هذه المشاهد بدلو أنينا وحابين نبكي. سامي وش بيك؟ ما عندكش قلب ولا وش بيك؟ خلينا نتفرجوا. فكرني في رياض الله يرحمه. الله يرحمه. الحجة خيرة أثرت بزاف فينا، ونتمناو أن أولادها يشوفوا في الحصة تاعنا بما أننا على المباشر، لما لا إن شاء الله يكلمونا. نشوف مع الدكتورة النفسانية اللي راهي هنا معنا في البلاتو على المباشر. دكتورة، كيفاش هاد الأم عايشة آلامها من الجهة النفسانية؟ يعني هو في الحقيقة ألم مزمن سيكرونيك، مادام هاد المرأة مازال ما لقاتش ولادها. حمدي ربي يا مريم، مزاك تقومي بالدور تاعك انت. راهي فقدت الدور تاعها كأم وكزوجة، صابت روحها عايشة نقدر نقولوا انفيرمي دون جون كوكي، سوليتود باثولوجيك. بالك بصح ماشي وحدها، يعني هكذاك مريم بيني لي كاباسيتي تاع لا بسيكولوجي تاعك. حتى ولادها يكونوا عايشين في عذاب حقيقي، ماشي سهل واحد يعيش بلا عائله. الحرمان العائلي هو اللي يخلق الاحساس بالتشتت عند الاطفال. الام تبقى دائما هي الام. والله قالها شكسبير، ليس في العالم وسادة انعم من حضن الام، وليس في العالم احلى من دراهم ابيك. شيخ زبير، ما هاد لي ميسيون غادي شو واحد بحر لكم بعيد الشر. احنا ولا غير الحمد لله ما عندناش هاد المشاكل. اي رحموا رحموا لي عندكم باباكم قايم بالدور تاعو كما ينبغي. صاحب الستة سنوات، الحمد ربي اللي انا ما نقدرش نفرط فيكم. الحمد ربي اللي عندكم باباكم ما يفرط في حتى جرام من العائله تاعو، ولو تكون ريحه الشحم في الشقه. عاود ما جرحا سمعت بهذا المثل، انا ريحت وشنو في وشنو؟ هذه صار ديباس، هذه مستوى عالي عليك. فهمت ستوب. شحال في الشاقور يا وليدي؟ دوك نفسرها لك. معناتها العائله اللي تكون بعيده عليك، يعني شغل كيما نقولوا حنايا وليد خالت بابات عمت لوستك. هذه فاميليا. هذه الانسان اللي حب يحافظ على الشحم في الشاقور لازم له يحل البيبان تاعو للعائله تاعو لاهله باش يستقبلهم عنده. هذه هي المعنى تاع ريحه الشحم في الشاقور. المزية ما راكش في دارك، سينوك راهي فاحت الدنيا بالشحم. هذه المخلق. هو مثال للتشتت العائلي في الستينات، وكان والدها متواجد في مدينة تونس، كان فتح محل لبيع ما يسمى عناب الخفاف أو السفنج. ثم تعرف على والدتها والتي كانت تشتري من عنده البلادي وتزوج بها. فكانت النتيجة ميلاد هذا الوجه الملائكي سكينة المسكينة. لكن ومع الأسف توقفت حكاية هذه الضحية بوفاة. ذكرتني في الشيخ الله يرحمه، هو ثاني أخي راح لتونس تما قعد يامات تما، قطعت صلتها بعائلتها. الشيخ الله يرحمه كان كونطابلو كان سفنج. الرجاء من يتعرف على الصورة يتصل رنا. نشوفكم مرة ثانية. شفت الدودة؟ تعرفيش صراحة يتشبه له بصح ماشي هو. وقت وراء اي شاقور ديريكت. اسكت يا راس الشحم. جمعي ما قلتليش عندك اختك. على باب خفاف خفاف جينا يا مريم. الو، عندنا مكالمة على المباشر، عندنا مكالمة من سكينة. ما قلتناش بلي تزوج في تونس. وانا قالوا لي نايا. مساء الخير سكينة، كيفاش راكم في تونس؟ اما انا توا مش في تونس، انا توا في الجزائر. عندنا مده قنعت ماما باش نجيو لهنا قبل ما يموت بابا. تفضلي الاخت سكينه، راكي على المباشر في الجزائر قناة الوطنيه الجزائريه، ديري النداء تاعك. يعيشك عايش اختي. انا ما بابا جا للجزائر وخلاني صغيره انا في تونس، عاد كي جا هنا مات. هاني نفركس انا على عائلتي، سرتو انا امي مرا كبيره ما تنجمش تعطيني الحنان، ما قعد لي حتى حد في الدنيا، وانا حاسه عائلتي دايره بيا من غير ما نشوفهم من غير ما نسمعهم. عاد نحب نقول لهم اتصلوا بيا وما تندموش، انا انسانه حنينه رهيفه رقيقه، اما ما قعد لي حد في هالدنيا من بعد بابا. انتم عائلتي اللي راكم تسمعوا فيا، وان شاء الله تكونوا تسمعوا فيا، انتم ريحه بابا.
نطلب من اللي يعرفهم الكل ولا يتعرف على الصورة هذية اللي هي تصوير بابا يتصل بالحصة وإن شاء الله تلقاوه. هذا ما جناه علي يا أبي أجركم على ربي وما جنيته على أحد. يا رب أنا نداء عبالكم غادتني يلقى جواب أختك اللي هي عمتي ما تقولناش ممكن ما على باليش سامي بركة جمعي ما على باليش بلي في فاميلتكم تتزوجوا بالدرقة. إخو خوك أنا ما عجبهاش الحال. أنا والله غير راسي وحابس حبس أنا ماني فاهم والو ما نعرفوش كلش على فاميليا تاعنا التاريخ تاعها غامض. زوج جدو دار قرا في الالمان في لندوشين. أيوا تسمى ماشي محل حنا نلقاو امتنا في الالمان ونزيدو نحوسو نلقاو بلي عندنا امنا في الفيتنام. ايوا ديجا واحد ما يزيد يدخل روحو هذه الهضره تاع الكبار توما سي با لا بين تدخلوا بين اللحم والضفر. انت يا اللحم في الضفر وبابا شحم في الشاقور مش هاد الأمن لكم تجيبوا في هاد الأمثال طلعوا النيفو شوية طلعوا النيفو. المهم لقينا عمتنا واسمها ساكينة بصح نخلوها هكذا تطير من يدينا. ها على بالكم باللي الصغار يقدروا يحلوا مشاكل تاع الكبار. تسمى انت ما كنتيش راقدة. واش الجمعي راك مليح؟ من كنتي تغسلي في المعان؟ لا كنت مع يما. هي اللي راهي مشوكيه. نقول لك الصح هي تاني مش مليحه. شفتها كيفاش طفت التلفزيون في وجهنا؟ شفتها؟ واش قالت لك؟ انا خاطيني كونفوكاتني لبيتها وهدرت معايا. هدرت معاك يا زراعي بيت. قلت لك غير ما كان له تجيبها لداري. مالك عارف واش تروحي تقولي ليماك؟ قولي لها ترقد مهنية على خاطر انا ما عنديش اختي. يديروها الوالدين ويخلصوها الدرية. معليش الجمعي غدوة يحلها ربي ان شاء الله. كان لا غدوة لا غير غدوة. أنا اليوم نتفاهم معاه. مع شكون تفاهم؟ شميتها بلي راني جاي. خرج دقيقة نهضر معاك. أفير فاميليال. أيوا. راني زعفان شوية. وحبيت نصارحك اليوم باسكو راني لهنا. كاين منها تزوجت في تونس. ملاح. أنا ما غاضتنيش كي تزوجت، غاضتني كي كذبت على العجوز. علاه تكذب على يما؟ نو، شي حق عليك؟ واحد اللي مرتو عشت معاه و بون ريلاسيون و رفداتو، شي تاع اللي يكذب عليها ويقول روح نقرا في جامع الزيتونة. تكذبش. قالوا زعما زيتونه وتا فين ماك دخلها سفنجه فوق سفنجه فوق سفنجه ولا بلا بيت باع في السفنج شيق. اني دوك انا في حالها درت لي فيك هذوك مع نسابي اللي تسمع في الهضره انايا بيتشو بيتشو يهضر معايا عليك قط. نو شيخ نو 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 شي يديروها الكبار يخلصوها الصغار. انا كي نشوفك في التصويره هكذا شاشيه اسطنبول وكذا نترشق انا. بعد كي مريت لك بلي تكذب ولك صح بابا يعني اسمح لي نقولها لي في وجهك
حتى قرعة بابا. بلي ما نروح لتونس نقرا في جامعة زيتونة. أكسرتني أنا دوكا. راني نتفتت من الداخل راني نتفتت. بابا داكور بصح شوية. عباك باش راني معلقك ثما. ست شهور مفاوضات. في الدار اللي يكتب فيها. مع خوخ. وماشي سهلة خوخة باش واحد يهضر معاها باش تقدر هي تستقنع باه تتعلق في الصالة. قرعتها الشيخ قرعتها فور قرعتها. واش راح نقول لي أنا كي نروح لها الجبال؟ واش راح نقول لها؟ تسامحك؟ قلت لها العجوز أنا ما نضجش بلي تسامحك. العجوز ما تسامحكش ما تهضر معايا والو تخسر فيا ما نخسر فيك خليني خليني ترونكيل. باسكو مركتها باللي بابا نقولها لك ونزيد نقولها لك وسامحني نبدل لك العبارة تا فرشة بابا فرشة فور. ما قدرتش روحك ما قدركش باسكو كاين حق الوالدين على الدراري وكاين حق الطفل على بابا. إبا تاكي قرعة راح نولي أنا دوكا قرعة بالقرعة معاك ديرك. كل احتراماتي لك تا فوق الراس والعين بابا معليش. بصح هذه تاع سكينة خاطيني هذه هذه تاع سكينة تاع أختي هذه إيش راك تبطع؟ خاش راني ديجا لهنا سفنجي سفنجي شيخ زيتونة سفنجي تنرفيت؟ أويا وأنا واش نقول أنا؟ نقطع روحي أنا يا دوكا ها؟ نقولك حاجة يا شيخ إذا راك حاط روحك باللي تولدت الجمعي وباللي راجل ذرقاس تاع الصح علق روحك هيا علق علق. النية تاعك غادي تديك للهلاك. ما فيها والو راجلي ما عندوش فاميلا وحدة تحوس على خوها وينو المشكل؟ خليها تحوس على روحها المهم ما تعرف جدارك وين. ندير لها براج وش بيك هوارية؟ مرا حكيت لك عليها غير شوي مازال ما تعرفيهاش كرهتيها. أنا نخمم من بعيد هاد المرا لفت فيها دخلت لك لدارك غادي تخربها لك. بركي بركي هوارية المرا لبس عليها قاعدة في دارها وانت كليتيها ماكلة والله لا ندمت اللي حكيت لك. عندك الصح ما تعرفيش هي اللوسة. واش هي اللوسة؟ اللوسة سوسة. خلعنيش هواريه زعما كنت في بلاستي واش ديري ها؟ نقلعها السوسه ومبات هانيه. شارك دايره للغدا؟ شويه تاع متوم برك هذا ما كان ماشي حاجه دوقيني. ايه معليش جارتي ماشي مشكل. واش هو برك طباسه تاعي كامله ما عندك كون غير ترجعيهم لي ما لقاش حتى فاش نبعث لك. معليش تبقى الى خير بسلامة. من بالك هكذا بابا الجمعي خفاف جي كذبوا علينا بدر الدين. الجمعي ما كانش عارف او فاقو مش عارف الجمعي عمرو لا خبى عليا حاجه نعرفه. فهمتوا علاش ما حبيتش نتزوج انايا؟ انا غير باش ما ديكوفريش هاد بون. واش راه الجمعي راه مليح شويه؟ ماهوش مليح خلاص سي نورمال تكشفت الحاله. اه لا لا هو غدته عمرو كي خوخه قالت له ما كان له جيبها عندي هنا للدار. عندها الحق وش بيك يا اختي؟ او ديجا انتوما غاشي. اسمعي زوجناك بالجمعي ماشي بالعرش ديالو. شوف بدر الدين انا قلت انتوما رجال تفهموا في هاد الشوفات وصح معول عليك انت يا تحكي معاه شويه بالك تنحي له شويه على خاطره طلع له شويه مورال ها؟
شوف انا نحكي معاه نهضر معاه ما كاش مشكل، بصح شوفي غير ولا بدا يلم في الفاميليا ديالو ويستفهم هكذا في دار العجوز انا ما تفهموش. مساء الخير عليكم. مساء الخير جمعي. جمعي ارواح ارواح هي مريم جيبي لي قهوه. معليش. كيفاش؟ احكي واش بيك؟ الزراعة راني هنا. اسمع كي ما تحكيش نسيبك، كي ما تحكي القادة وتماشى ما كاش منها. اوه نظرة كحلة. شيخ واش من شيخ؟ بابا واش من شيخ؟ عندي زوج ولا والفوتيف دوكا يرحم باباك. انا كي نروح للجبانه كيف نهضر مع العجوز؟ هيا قول لي واش راح نقول لها؟ نقول لها بابا غلط سامحي له. دوك الهضره كيفاش راح نهضر في الجبانه حتى تلفت لي؟ شوف تزوج تزوج كاع الناس يتزوجوا على بالك باللي ديكوفريت باللي عندي اختي. ما كاش منها اختك توسية الجيرو تونسيا دوب ناسيوناليتي هادي كاع راحت من بالي يا اش طلع ملي راني فيه. صح مريم اختي على بالي اختي خاطئة يا مسكينة ما عندها حتى ذنب. سفنجي اللي درا. شوف اختك اختك باباك باباك انا قلت لك بابا اختي لا اختي بابا تا خوخه رزقي بيتشو باباك غير طرش. فهمتنيش حبيت نقول باللي تفرط في الفاميليا ديالك لحمك ودمك. انا نقولك حاجه لو كانت جات عليا الحدود كاع نحيها ولا غير نحيها هكذا باش الاقتصاد نطلع على الاقتصاد ونشرو من عندهم وهما يشرو من عندي وحنا ندو من عندهم وهما يدو من عندي هكذا الفايده ليهم وليك. ايه كيما تحب باينه. هم على كل حرام الدو من عندنا. وش الدو؟ دو الشيخ هذه في لالي وذوك في الرتور يبعثوا لنا ساكينة. حركتيها كاع عجبتكش؟ نورمال اليوم راك حطه وروايح وكوستيم سير ما تعجبكش القهوه. انا تخلطي القهوه مع اللبسه هذه باش نطيري لا كليونتيل انا في الخدمه. تسمى غير اليوم اللي فقت بلي لازم تلبس هكا باش تعطيني لا كليونتيل. اي بريدمي بيرفيكسيوني شويه الخدمه تاعو سبحان الله. مليح شوفير تاكسيور لابس مليح مليح علاه ما تحبوش انتم هذا حضاره مام هذه ونبدلها ما غطيكش داير انا هذه تاع عم دقيوس. حتى دراري راحوا وحدهم اليوم بعتهم وحدهم ما تجيش. روحي شوفي روحي شوفي شكون الله يهدينا ويهديك امين. صباح الخير مريم. جميل هنا.
نقعدوا هنا ونشرب القهوه. تفضل. قاعده كالعاده. صباح الخير عليكم. صباح الخير خالد. لاباس؟ لاباس الحمد لله اخويا. ما تشربش قهوه؟ لا صح استقهويت. بارك الله فيك. بصحتك. ريح شويه شي جمعي. رانا الحمد لله الحمد لله على الصحه بركه يا. بسم الله. اسمح لي دقيقه قاعد اسمع. ما نحبش راجل اللي يدور في كلمته. عندك الحق الجمعي. انا كيما انت على بالك. آه اسمح لي ماكش كيما انا. هيا خف خف رانا مقلقين صح اخويا. اسمع اليوم نحط كثير ناس طريق كثير لطورت. على خاطر انا مانيش راح الخدمه. اني مشغول. عليها به راني شفتك ضرب حطه. وين بيها هكذا سي جمعي؟ للعرس. كل شيء مبروك. الله يسلمك. والعرس مع الصباح؟ هذو يعشيو الصباح باش بنادم العشيه يدخل لدارو بكري. سلمك. اما انا نستناك عشية باش نولو مع بعضك. تما انت لو كان ما تركبش تتشبط. صح تنجم تعطيني الادريس باش نجي نتعشى معك عشية في العرس. باش من بعد تولي معايا. ايوا هذيك هي. شفت انا كي نفهمك قاعده. بروبليم سيكوتي ما تفهمنيش. شوف يا قاعده. بكذا مش مليح ليا السكر. أنا كليت سكر. ألور إيماجيني يطلع لي السكر ونموت لك هنا. ابعد شر راسي. أنا راني نشرشر روحي باه نموت. قلت لك إيماجيني أني مت لك هنا. شكون راح يوصلك أنت دايما للخدمة؟ بعطل. صغري يا بابا الله الله يا بابا ومرقنا بيك يا بابا رحت التولات يا بابا وباصيتني يا بابا راني حاصل يا بابا تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا ونرد خيرك تعبك خدايمك وش قالك عطاطاي ونرد خيرك تعبك خدايمك وش قالك بابا بصح جدي ميت انت علاش راك تقولو تعيش لي؟ جوستومون يا بنتي كنت ميت لي راني نقولو تعيش لي باسكو بابا الله يرحمه راهو عايش حي في مخي فهمان؟ فهمة لا يعاونك هم هديك تعيش لي يا بابا تعيش لي تعطيتي تعطاطاي تعيش لي يا بابا ونرد خير تعبك زبايلك وش نقعد عمك بصح الشيخه هذه بنتي حشمت نغني قدامها عليك عاود نوليو الاغنيه الاولى الله الله يا بابا ومرقنا بيك يا بابا الله الله يا بابا وتزاقات يا بابا عليا وعليك يا بابا نحيك من الحيط يا بابا الله الله يا بابا وتبيع السكنج يا بابا